صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أولي الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لتبوك. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقلنا إن هذا هو الحديث الأول من حديث الأربعين النووية، هذه المجموعة التي كتب الله لها القبول من هذا الإمام والذي وضع الله له القبول، الإمام النووي رحمه الله. وتكلمنا عن هذا في الجلسة الماضية، وأن إن شاء الله هذه الجلسات سوف تكون في وقوف مع هذا الكتاب المبارك وهو الأربعون النووية. وتكلمنا في الجلسة الماضية عن هذا الحديث من حيث أولا استفتاح الإمام النووي به، وهو حذا حذو الإمام البخاري فهو استفتح كتابه به، وهذا قال أهل العلم إن هذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله، أنه جعل هذا الحديث كالمقدمة للكتاب به. وحتى قال بعضهم بعده أنه ينبغي لكل من صنف أن يستفتح كتابه بهذا الحديث، بل حتى قال بعضهم بل يستفتح كل باب، كل باب من أبوابه، من أبواب كتابه أو من أبواب مباحثه بهذا الحديث، حرصا على النية وإخلاصها. وتكلمنا أيضا عن بعض وقفات من هذا الموضوع، وهو أن هذا الحديث هو أحد قواعد الإسلام، وأن الإمام الشافعي رحمه الله قال هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، والإمام أحمد يقول أصول الإسلام 3 أحاديث تكرر في الجلسة الماضية، حديث عمر هذا العمل بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورا، وحديث ثالث حديث النعمان البشير إن الحلبين. وظاهر قيام الدين على هذه الحديث، أما الأول فهو النية كما هو معلوم الإخلاص، والثاني السنة ولزومها، وهو من أحدث في أمرنا هذا ومن عمل عمل ليس يعلمونه، والثالث وهو العمل، وهو الحرص على الحلال واجتناب الحرام واتقاء الشبهات. فيتبين بهذا بالفعل أن الدين لا يكاد يخرج عن هذه الحديث، وإن كان العلماء ذكروا حديث أخرى وأشرنا إليها في الجلسة الماضية كحديث الدين النصيحة وحديث لا ضرر ولا ضرار وحديث ومن نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذه كلها جوامع، وكلها أيضا سوف يتكلم عليها، لأن الإمام النووي أوردها كلها ما عدا لا ضرر ولا ضرار بل وجب في تكملته. وذكروا حديث أخرى، وتكلمنا أيضا عن النية والتقدير بقوله الأعمال بالنيات، هل المراد الأعمال صحيحة أو معتبرة، أو أن الأعمال، وإذا قلنا إن التقدير الأعمال بالنيات بمعنى
الأعمال صحيحة أو معتبرة، فتكون الأعمال هنا مقصورة على الأعمال الشرعية والمقومات الشرعية من العبادات ونحوها ومن العقائد ونحوها. وقال جمع آخر لا، إن المراد الأعمال لا تقع إلا بالنية أو أنها تحل للنية، ويكون هذا جميع الأعمال، ويكون كل عمل المسلم بمعنى إذا دخلته النية صار لهذه النية، صار لهذه النية يثره حتى ولو كانت الأعمال مباح، بمعنى أن العمل مباح إذا دخلته النية إما تحوله إلى عبادة وعمل يثاب عليه، وقد تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى معصية حسب النية. فأنت إذا سافرت فسفر الحج عبادة، السفر لصلة الرحم عبادة، السفر لبر الوالدين عبادة، السفر للدعوة إلى الله عبادة، الجهاد إلى آخره. وإن سافرت لقطع الطريق وللسرقة ولارتكاب المحرمات والمعاصي الخمور والزنا صار محرما، صار العمل محرما. إذن الذي أثر في ذلك هو النية. فالتفسير الأول إنما الأعمال معتبرة بالنية يكون مقصود الأعمال الشرعية، وإذا قلنا لا إن الأعمال لا تقع إلا بالنية يكون مراد جميع الأعمال التي تقع من المسلم. وأيضا أشرنا كذلك إلى أن النية لها معنيان أو وظيفتان، الأولى تمييز العبادات بعضها عن بعض، بمعنى الذي يفرق عن صلاة الظهر، صلاة الظهر على صلاة العصر هو النية، فليس إذا وقف يصلي نيته ماذا ينوي، هل يصلي الظهر أو العصر أو الفجر إلى آخره، وهل سيصلي نافلة أو يصلي فريضة، وهل سيصلي تراويح، سيصلي وتر إلى آخره، الذي يجعل التمييز بين العبادات هو النية. كذلك الصدقة، هل هي زكاة، هل هي تطوع، هل هي نذر، هل هي كفارة إلى آخره. فإذا النية من وظائفها أنها تميز بين العبادات بعضها مع بعض. الأمر الثاني تمييز المقصود من العمل بمعنى الإخلاص، وقد يكون هذا هو من أهم ومن أنزل ما ينبغي أن يعتني به المسلم، بمعنى أن النية هي التي تؤثر بالعمل حسب نية العبد، بمعنى أنه ماذا يريد من عمله، ماذا يريد من عمله. وهذا هو الذي طبعا جاءت به الآيات والأحاديث، وأشرنا إلى هذا الجلسة الماضية، لكن لم نذكر حتى نصل بما بدنا أن نقوله بموضوع هذا اليوم. فمثلا في قول الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، إذا الذي جعل الذي حدد إرادة العبد بعمله الدنيا أو الآخرة هو نيته. ولعندي أيضا لا أضيف بهذا، لكن فيه الآية الكريمة تبين هذا يعني بيان شافي، وهي قول الله عز وجل لا خير في كثيرين، وقلنا هذا في السفر لكن نذكر به لأنه مهم، لا خير في كثيرين من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الجزء الأول الله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلى آخره، بمعنى أن العمل فيه خير من غير حاجة إلى نية،
فأعمال الناس كثيرا لا فائدة فيها، لا خير في كثير من أجواءهم، يعني من أعمال ما تنجوا فيه، إلا من أمر بصدقة أو إصلاح معروف. من بصدقة معروف أو إصلاح، بمعنى إذا تصدقت الصدقة تنفع، إذا أصلحت بين الناس الإصلاح ينفع، وإن لم تنوي فلاحظ أن هذا بمعنى أن يسميه العلماء نفع متعدي. إذا أردت صدقة وكل ولو كنت مراعيا تنفع، تنفع الفقير وتصل إليه، أو وضعت مالا في بناء مسجد أو في مبنى ينفع المسلمين أو الأيتام إلى آخره، صدقة أو معروف بمعنى تحسن الناس سواء بالقول أو بالعمل أو بالمعروف، المعروف بابه واسع، أو إصلاح تصلح بين الناس. فهذا الله عز وجل يقول الخير في هذه. ثم قال هذا أيضا الجزء الثاني، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. إذا الجزء الثاني هو الذي يعود عليك أنت، تصدقت أنت وانتفع الفقير بنيت المسجد وصلى الناس، لكن أجرك أنت يتوقف على نيتك، هل نويت رياء، هل كان حراما، هل كان انتقاما إلى آخره. فالجزء الأول هو عمل ممتد ونافع، وكما قلنا يعني بمعنى نفعه متعدي، لكن أنت الذي يؤثر في انتفاعك في عملك هو ابتغاء. إذن هذا هو المعنى الثاني من معاني الأول كما قلنا تمييز العبادات، والثاني بيان القصد والإرادة من العمل. وآخر ما ذكرنا فيه هو حديث ما كانت الدنيا همه فرق الله عليه الله، ووقف عند هذا ولا نعيد كلام فيه. نأتي إلى حديث في بيان نحوية الأثر النية، حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أذبت عليها حتى اللقمة تجعلها في معاتك. الحقيقة هذا موضوع ينبغي أن يفقهه الناس، كل الناس، بل يغيب كثيرا جدا عن الناس ويقل فقههم فيه. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجدت عليه، لا شك، أي نفقة. أنا أريد أن أقف عند نفقة البيت، كلكم وكلنا ننفق على أولادنا، والحمد لله أنا سواء من وسع الله على رزقه ومن قدر الله رزقه ليوفق لسعته من سعته وما قدر عليه رزقه فليوفق. لكن الكلام هنا أن تبتغي وجه الله. طبعا الإنفاق على أهل بيتك واجب، أنفق عليهم إذا كنت قادرا، ولو قصرت يمكن أن يرفع للقاضي ويلزمك، هذا معروف. ليس الكلام هذا، الكلام أنك، وهذا ينبغي يا أخواني أن نستصحبه، أنك إذا نويت وجه الله في إنفاقك على أولادك تجر. ولهذا أوصي نفسي وأوصيكم أن تستصحبوا النية وأنتم تشترون المقاضي.
في بعض البيت أنت إنه أنهم الفاعلين وين كان لأمك وأبيك وزوجتك وأولادك وأطفالك؟ وين كان واجبا عليك؟ لكنك إذا ابتغيت وجه الله وزدت عليه. أنتقل لي موضوع آخر أو يعني يزيد من إيضاحه، وهو لا شك أن الحمد لله المحسنون في المسلمين كثير ويجتهدون في صدقاتهم وأن تصل إلى المحتاجين سواء من أبناء بلدهم أو من خارج بلدهم، وهذا كله خير كثير. لكن يغيب عن باله أن إنفاق على أهل بيته وعلى أرحامه أفضل. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة المسكين. ولهذا يغيب كثير الناس حين تجد شديد أولاده، أو يفضل يظن أنه إذا أعطى الفقراء أو أعطى المحتاجين أن هذا أفضل. ما دام أن رزقك محدود أو في أولويات، الأولويات أقل. الأولويات الأم والأب والزوجة والزوج والأبناء والبنات والإخوة والأخوات مقدمون على غيرهم. هذه قضية يعني تغيب كثير الناس، ولتجد بعض الناس الله خير من أهل الخير والصلاة لكنه شاد على أولاده ويوفق على الآخرين لأنه يغيب عنه هذا. طبعا حينما نقول النفقة بمعنى النفقة التي بين الله عز وجل فيها صفات عباد الرحمن، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا إسراف وإعطاء مما يفسد، لا، إنما يعطي ما دام أن الله وسع عليه فليوسع عليه. الله عز وجل يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر يعني ضيق عليه حتى جعل الله رزقه محدودا رزقه قليلا، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما تولى. فأنت إذا وسع الله عليك أنفق، ولا يعني ينتظر أن الغني تكون نفقته لا على أولاده مثل أنفاق ذوي الدخل المحدود أو الذين أقل، أبدا. لينفق ذو سعة من سعة، نسبة كما يقال نسبة وتناسب. فأولادك ماذا أحق الناس ببرك أن تعطيه ما دام الله وسع عليك. المقصود أن لهني أيضا لعلي الموضوع هذا أرى أنه يعني يحتاج إلى البسط، وخاصة ما يتعلق بالأولاد والإنفاق عليهم وحتى إلى المشكلات البيتية. ترى كثير من المشكلات البيتية حلها بالإنفاق كثير. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا سورة التغابن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وإيش رأيك؟ ها؟ إيش؟ اللي قبلها لا أي قبلها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجك إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
فاتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا. نأتي على الآية من أولها: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. الآية هذه تؤكد أن منهم ليس كلهم من أزواجكم، يعني بعض منها كلمة تبعيضية، من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. العداوة هنا قد تكون عداوة بالاعتداء أو بالضرب أو بالمعصية، أحيانا العداوة قد تكون بالحب فتنة. بمعنى ما صدك عن الحق، صدك عن الدين، صدك عن الطاعة، صدك عن الاستقامة، يصدك بحبه، يصدك بانشغالات تصرفك عن ما يجب عليك من حق في نفسك وفي غيرك ومسؤولياتك إلى آخره. ثم قال فاحذروا، يعني بمعنى أن تكون على حذر. ثم قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. إيش بعدها؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتعبروا فإن الله غفور. يعني تأمل، الله يقول عدو لكم يقول تعفوا. بمعنى هذه العداوة ليس حلها بالانتقام ولا بالموقف العدواني المقابل أو المماثل. وكل يا أخواني كل المشكلات البيتية هذا هو حل. ثلاث أفعال: تعفو، تصفحوا، تغفر. ما الفرق بينهم؟ تعفو، تصفحوا، تغفر. العفو هو المسامحة، بمعنى فعلا تتنازل عما صدر من زوجتك أو من ابنك أو من أقربائك أو حتى من آخرين. الحل العفو. تصفح، تزيل من القلب. الصفح هو أن فعلا أن لا تحمل في قلبك أبدا. تغفر، استر، بمعنى لا تنقل مشكلاتك إلى الخارج. شيء حدث ادفنه دفن. إذن هذه ثلاثة: تعفو، تسامح، تصفح، شيء من خلفك، تغفر، تصفح. ترى يا إخواني كل إنسان يشيل من قلبه كما يقال ترى يستطيع، كل إنسان يستطيع. مشكلة الإنسان فعلا أنه كما يقال يشيل في قلبه، لا تشيل في قلبه. اغفر، يعني الغفر والتغافل هذه هي ليس مصلحتها مقصورة على من غلط عليك، لا، مصلحتها لك أنت حينما تغافل أنت المستفيد الأول، المستفيد في الرضا وفي الإيمان وفي اليقين وفي طلبة العلم. تذهب إلى فراشك الرأس على الوسادة وتنام، ما في قلبك شيء، أنت المستفيد الأول. فالصفح يعني أن تجتهد أن تزيل ما في قلبك تستطيع بالتمرين تمام. لا أريد أن أطيل في هذا الكلام طويل ومهم وفيه أشياء كثيرة في هذا الموضوع، وهو التغافل والصفح، هذا الكلام والآيات فيه كثيرة في هذا. لكن ثم قال سبحانه وتعالى: وإن تعفوا وتصفحوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني محل اختبار سواء بالإيجاب أو بالسلب، يعني لأن الله يبلونا بالشر وبالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فحينما قال فتنة لا يعني أنها فتنة بمعنى بجانب السلب، لا، حتى بجانب الإيجاب. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده
أجر عظيم. ثم قال فاتقوا الله، يعني هذا حل المشكلات البيتية، اتقوا الله، اسمعوا وأعطيهم وأنفقوا. إذا غث بهذه الأركان الأربعة سيمتلئ بيتك رضا وسعادة. تتقي الله في كل شأنك، في التزام الأوامر واجتناب النواهي، تتقي الله في سرك، في علنك، في لسانك، في قولك، في عملك، في شأنك كله. اسمع واطع المنام، كن سريع الاستجابة لما يأمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع واطع، اتقوا الله واسمعوا واطع الله أهم شيء. هذا الشاهد، الشاهد أن المشكلات البيتية تحل الأمر، ولا ت... ولا ولا ت... ولا يعني تظن كما يقال أو كما أحيانا يشيع بين الناس أن المال يفسد البيوت. ما يفسد، أبدا ما يفسد، ما يفسد، ما يفسد الأولاد ولا النساء ما دام أنهم على جادة. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط. ما دام أن الإنسان يسير في إنفاقه في بيته على الوسط الإصلاح، أما إذا أكثر سيضر، وقد يكون لو له طرق أو الزوجة له طرق لابد تحصل المال، وإن أسرف أفسدها. لكن إذا أنفق قواما والإصلاح، ويبقى البيت مأمورا بالسعادة وبالرضا وبالهناء وبالى آخره. المقصود أن الإنفاق على البيت من أفضل القربات، ولا يكون من أفضل القربات إلا بالنية. إنك لن تبتغي نفقة، لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها أو أجرت عليها. هذا مما الحديث. نأتي إلى بعض الكلام عن النية. فالنية أخواني يعني مهمة جدا جدا، وينبغي للمسلم أن يعرف مكانتها ومقامها ومنزلتها. ولهذا ابن مسعود وإن كان في سعي ضعف لكن معناه صحيح، يقول: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وفق السنة. هذه ترتبات يعني دقيقة جدا. لا ينفع قول إلا بعمل، هذا إذا كان يحتاج عمل، ولا القول عمل. أحيانا القول ينفع، ذكر الله عز وجل والسلام والكلام الطيب ينفع، لكن مقصود إذا كان عمل ما ينفع قول دون عمل. وكذلك قول العمل لا بد له من نية، وهذا صحيح، وخاصة مما يبدا به وجه الله لا بد له من نية، وأيضا لا بد أن يوافق السنة كما مر معنا في حديث عائشة ما نحدث في بين هذا، ولعله يأتي أيضا مزيد أحاديث على هذا. فيه كلمة تنقل عن بعض السلف، وأحيانا قد تفهم على وجهي، أو قد أحيانا يكون فيها يعني نوع من المبالغة في فهمها أو المغامرة في بيان المراد منها. مثلا بعض العسوفيات الغلوان الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تنقلب علي. هذا صحيح إلى حد ما، لكن لا ينبغي أن يبالغ الإنسان إلى نصل إلى الوسواس. وإلا شك الإنسان ينبغي دائما يسحر النية، الإخلاص والبعد عن الرياء، و ابتغاء ثواب الله عز وجل، إخلاص
عن الرياء ابتغاء الثواب. هذا ينبغي أن يستحضر الإنسان في كل أعماله، سواء في الأقوال، في الأعمال، في النفقات، في الأموال، في العبادات، في كل شيء. لكن الأمر سهل يعني، وإن كان أحياناً المعالجة مقصوده أن الإنسان أحياناً قد يبتعد عن الإنسان، لكن لا ينبغي أن تكون مانعاً أو حاجزاً أن يمتنع عن الخير. لا، يقدم على الصيام ويقدم على الصدقة ويقدم على زيارة الأقارب ويقدم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويقدم على البر ويقدم على الأعمال البر كلها. والنية لا شك طبعا أنه يستحضرها، لكن لا يصل عنده الحال إلى أن يدخل في دائرة الوسواس. وأيضا في جاء مع السلف أيضا قال، وهذا مهم جدا وينبغي دائما أن تستصحبه، قال: لا يصلح العمل إلا بثلاث: تقوى الله، والنية الحسنة، والإصابة، يعني جزء السنة. وإن كان تقوى الله أيضا هي من العمل، لكن مقصود تقوى الله هنا بمعنى لزوم الجادة، لزوم الطاعة واجتناب المنهيات، لزوم الطاعات واجتناب المنهيات، هذا تقوى الله عز وجل. تكلم عن التقوى سيأتي إن شاء الله في أحاديث القادمة، وتكلم عنها كلاما يعني بما يجلي معناها إن شاء الله. لكن المقصود أن الأمور الثلاثة هذه تقوى الله والنية الحسنة الصادقة والخالصة والإصابة، بمعنى أن يكون الإنسان قد لازم السنة، وهذا مهم جدا يا إخواني، يعني لزوم السنة اللي هو البعد عن البدع، الإصابة بمعنى لزوم السنة، وأن يكون وأن يطمئن إلى أن عمله على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن حقيقة الدين أن لا يعبد الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مطلوب من المسلم أن يتحرى في ذلك التحري الشديد، لأن حقيقة يعني استحسان الأعمال يعني وهو منزلق البدع، لأن الحقيقة الإنسان يعني يحب التغيير ويحب أن فعلا يعني خاصة إذا فتح الله عليه في باب العبادة والصيام والصلاة والصدقة الإحسان وخاصة الأذكار أيضا كذلك، تجده يعني قد يشعر بملل من المداومة على ما هو عليه من الحق، فيحب التجديد، وهذا مشكلة. العبادات ما هي تجديد، العبادات توقيفية، ما هي تغيير. ولهذا الانزلاق في البدع سهل جدا، من حيث انه فيه نشاط وفيه قبول للنفس، تقبله وتحب ان تسترسل فيه. ولهذا هنا قال: تقوى الله والنية الحسنة والإصابة، يعني يطمئن الى ان عمله على جادة، يعني انا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناتي ايضا نوع من التاكيد على 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 مقام مقام النية. لا شك ان يعني
كما يقول العلماء يعني ما يعني ما تفضل الناس ولا تنافسوا إلا بالنية. يعني قد يكون عملك كثيرا ولكن وقد غيرك أقل عمل لكنه أصح نية. وما وقع الخطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر ما سبقه بالصلاة ولا بالصيام ولكن ما وقع في قلبه. ولهذا قال أبو السلف إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاوضوا بالصوم والصلاة. يعني بالنية. طبعا هذا لا يعني أن لا يعمل سيعمل ويكفي. والذاكرة كثيرة والذاكرات. لكن عليه أن يعالج نيته. وأن يكون ما يصدر منه يصدر عن إيمان وعن يقين وعن صدق تعلق بالله عز وجل وصدق توكل ويقين بما عند الله ويقين بأن هذا جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو الحق. فالقضايا القلبية لها تأثير عجيب، أولا في القوة وفي التنافس في الخير. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته، طبعا هذا تمثيل، الحديث عن الهجرة تمثيل ليبين معنى النية، وإلا كل الأعمال ما كان لله ولا له وما كان لله فليس لله. لكن الهجرة لأن هي اللي في عهد رسول الله كان الهجرة يعني المهاجرون الذين يهاجرون يأتون المدينة، لا شك أنه يعني أو حتى انتقال من بلد الشرك إلى الإسلام. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قوله فهجرته إلى الله ورسوله هذا ليس تكرارا، هذا ليس تكرارا، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة تختلف. من كان قصده في هجرته سواء في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل فتح مكة، من كان هجرته إلى المدينة وقصد به هجرته الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والحقيقة يعني أن قوله هجرته إلى الله ورسوله يعني هذا يعني إعادة اللفظ عجيب. إشارة طبعا اللفظ الأول عمل الإنسان هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله عمل القلب. معنى إذا 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 يعني سواء بهجرة بغيرها يصدر منك العمل صدق، لكن هل هو لله؟ هذا الذي يحكمه نيته وقصدك وقلبك. ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا هذا لا يعني أن هجرته حرام، لكن ليس له ثواب. من كان هجرته لدنيا يصيبها هو هاجر تجارة، عشان قالوا أن هناك الأسعار جيدة أو هناك المضائع أسعارها للمتناول أو هناك الأراضي أو هناك الأسهم أو هناك الآخره يذا ما مشكان، لكن ما ليس له ثواب. أو امرأة ينكحها يعني أيضا لها من أجلي امرأة ذكرت له إما لمالها وجمالها وحسنها وذهب، هذا لا 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 يشكل فيه لكن لا ثواب فيه. ولذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا
هجرته إلى ما هاجر إليه العلماء فيه نوع من التقليل أو نوع من التحقيق. وخاصة لاحظوا قارنوا بين اللفظين، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته إلى رسوله فقد هاجر إلى شيء واحد وهي إلى الله ورسوله، أما من هاجر فإلى ما هاجر أشياء متعددة وأغراض الدنيا لا تنتهي. أما ما كان له شيء واحد، ما كان لله لا يتعدد، ما كان لله ورسوله لا يتعدد، أما الدنيا مفتوحة. وكما قلنا هذا لا يعني أنه حرام، إنما لا ثواب فيه. أما إذا كان قصد حرام فهو حرام، لكن الكلام هنا أنه هجرته إلى ما هجر إليه، وأمور الدنيا كما قالوا لا تنحصر. وفي طبعا نتجاوزه ناتي إلى موضوع مهم جدا في النية، وهو قد أهم من بعض الإخوة وخاصة طلبة العلم والذين فعلا يعني نتعرف عليهم في العلم واجتهدوا فيه، ونسأل الله أن يوفقهم جميعا ويجعلنا يرزقنا العلم النافع ويجعلنا من العلماء من أهل العلم العاملين وطلبة العلم العاملين. هو حقيقة النية فيه مؤثرة جدا، ولهذا جاءت الأحاديث في من قال العلم لغير وجه الله لغير الله في وعي شديد. ولهذا لاحظ الحديث من تعلم علما مما هذا أبي هريرة مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. هذا يحتاج وقفة، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله. أما تعلم علوم الدنيا ما يشكل فيها الطب والهندسة والتاريخ وسائر علومها والكيمياء وغيرها والأحياء واللغة العربية والجغرافيا إلى آخره، العلوم يشكل وتحتاج علوم طبعا، حتى العلماء هذه من فروض الكفاية من فروض الكفاية. فليس العلم مقصور على العلوم الشرعية، وإن كانت أفضلها وأحسنها وأولاها وينبغي أن يعتني بها المسلم، العلوم الشرعية وعلم قال الله وقال رسوله، لكن علوم أخرى لا شك أنها تهتدي الأمة، وهي كما قال العلماء من فروض الكفاية، إذا قام بهما لا يكفي سقط الإثم عن الباقي واختص القائم بالأجر. هذا مهم في فرض الكفاية. إذا فرض الكفاية ما معنى فرض؟ يعني في ثواب. حتى العلماء قال فرض الكفاية فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأن فرض الكفاية يقوم به عن الأمة، يقوم به عن الأمة. ولهذا حينما عرف العلماء فرض الكفاية وقالوا إذا قام به من يكفي من الكفاءات سقط الإثم عن الأمة، يعني عن الباقين، لا تكملا وفاز القائمون بالأجر أو اختص القائمون بالأجر. فمن قام بفرض الكفاية اختص بالأجر. على كل حال ليس الكلام عن هذا، إنما هذه كلمة جانبية. الكلام على في قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى بوجه الله. أما إذا كان ما لا يبتغى بوجه الله فالأمر مفتوح. فإذا كان علم يبتغى بوجه الله سواء كان علم الدين عبادات أو حتى وأراد بوجه الدنيا، هذا هو الذي متعرض للوعيد. من تعلم علما مما يبتغى، وهذا الشحن المبتغى هذه النية، الابتغاء هي من 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 أعمال من مرادفات النية، الإرادة والابتغاء إلى آخره. فمما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه، هذا شرح يعني كيف أنه لم يبتغي
وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به أعظم من الدنيا لم يجد عرف الجنة. وهذا حقيقي وعيد شديد، ما دام مما يبتغى من الأسرة معه وحيد. أما إذا كان لا عموم الدنيا، بل أحيانا علو الدنيا كما قلنا الفرق ما يحسب عليه، ويزداد الثواب بقدر ما تنفع الناس وبقدر أي ما تحسن نيته وتصلح نيته في طب أو في هندسة أو علوم من سائر العلوم. إذا يعني قصدت بها نفع الأمة وقصدت بها أن تقوم من فرض الكفاية وقصدت بها أن ترفع من 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 أمة الإسلام وتعز هذا الدين على ثغر، وتقوم بعمل لا يقوم بغيرك. ولهذا لعل الحديث الآتي يبين يعني انحراف المقاصد، انحراف المقاصد، وهو حديث كعب مالك قال: من طلب العلم وحكم بضعفك ما هو صحيح. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. والحديث الآخر حديث جابر: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا تماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. هذا توضيح تماما فعلا لمقاصد المتعلمين. وهذا لعلي أقف قليلا عند هذا الموضوع، وهو طلب العلم حقيقة، طلب العلم عزيز وشريف وغاية كبرى، لكن ينبغي أن تسلم من مثل هذا. مثلا حينما تكون جالس في الحلقة والشيخ يلقي كرسى درسه أو علمه أو ما بين يديه من ما يقوله، أنصت وأنت طالب علم، لا تنصت وأنت تتتبع الشيخ بزلاته أو تتبع الشيخ في ليصنفه أو تنظر إلى توجهه أو ما توجهه، أو تسأل أسئلة وأنت فعلا تريد أن تستكشف. هذا كله من صرف العلم عن أن تبتغي وجه الله، هو خطير جدا جدا. وغالبا هذا اللي يفتح عليه اللي يدخل في مثل هذا المداخل، وهو يريد فعلا أن يصنف الناس أو يريد أن يستكشف الناس أو يريد أن يتمعلم أمام الناس أو ليختبر الشيخ بدرجة علمه، هذا من الصدود. فحينما ترى مثل هذا ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء يعني يتعالى به ويكون له منزل أو يتصدر المجالس أو يصدر في المجالس، هذا خطير. وهذا لا شك طبعا ما كان هذا الباعث إلا لما في القلب من المقاصد. ولهذا قلت لكم من هذا هو الذي يبين فعلا المقاصد طلبة العلم في طلبه من العلم ليماري السفهاء أو ليباهي العلماء أو ليتخير بالمجال حتى يتصدر. هذه كلها مما ينبغي حقيقة لطالب أن يتحاشاه جدا وأن يتفقد نفسه، لأن هذا ملك فيهم كما قال سفيان أني تفقدت النية لما شد تفلتا. فحاول يا طالب العلم أن تجتهد اجتهادا يعني وتتأمل في نفسك وفي قلبك، إياك أن يعني يجنح بك ميولك أو قلبك أو مقاصدك لي مما تبتغي رتبة. وإما طبعا هذا لا يعني أن لا يرفع على منزلتك، الله سيرفع من يسوع منزلتك، بل كلما حسب نقصتك ارتفعت منزلتك. فلا شك الله يرفع الله الذين آمنوا
منكم ولد رجل فمرفعون، لكن أن ترفع من الله عز وجل لا أن ترفع نفسك ولا تستطيع أن ترفع نفسك، وإلى العلم لشك مقام رفيع، وينبغي أن يوقر وأن يقدر وأن يشجع وأن يحترم، لكن أنت بنفسك لا، اجتهد أنت، لا 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 تتصدر بنفسك، وبمعنى يعني تفقد قلبك وتفقد قصدك. نأتي أيضا إلى قضية مهمة جدا جدا، وهي يعني العمل والرياء، وكثير حقيقة الناس يسألون عن الرياء ويخشى الرياء وتفقد الرياء أو وقع في الرياء، مهم جدا السؤال، لكن أيضا الفقه في الموضوع كذلك مهم أيضا. لا شك أن الرياء هو أن يقصد الإنسان بعمله غير الله، يقصد مثلا يرى رجلا أو يرى شيخه أو أستاذه أو أباه أو يرى رجلا ينظر إليه أو يبتغي مثلا بالصدقة الإعلان أو الرياء أو يسمع أو إلى آخره، أو يتبرع أن يقال كذا، أو حتى صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يكون، وخاصة يا أخواني مبتلي به بلغة العصر التصوير حقيقة، وهذه قضية مهمة وخطيرة، كثير الإخوان يصورون أنفسهم وهم في حال الإحرام ولا في حال العبادة ولا في حال الدعاء في حال الصلاة أو في حال الصدقات وهم يشعرون الصدقات، هذا يحتاج، أنا لا أقول أن كل رياء أعوذ بالله، قبل أن أقول هذا لا تتهموا أحدا بالرياء، إياكم أن تتهموا أحدا في إخلاصه، لماذا؟ لأن الرياء قلبي، والرياء بين العبد وبين ربه، اجتهد ألا تصنف الناس، واجتهد ألا تدخل بين الناس بقلوبهم، الكلام هذا حينما تكلم عن الرياء أتكلم عني وعنك، لكن لا تكلم عن آخر، الرياء أخاطبك أنت، ما هو أخاطب نفسي، لكن لا أخاطب الآخر، الرياء قلبي، لا تتهم واحدا بإخلاص أنت هذا غير مخلص، قل هذا مراعي، هذا يمشي مع الناس، ليش يمشي مع فلان؟ ورا يمشي مع الكبار، ليش يمشي مع الصغار؟ ليش مع الرؤساء؟ مع الوجهاء؟ مع الأغنياء؟ لا تتهم أحدا، لعلك تسلم. المقصود أن كما قلت حينما يعني فشى التصوير في الناس على سبيل يعني وصاروا يصورون أنفسهم، أنا لا أقول مراعين لكن يخشى، وفي الصدقات وفي العبادات وفي عرفة وفي مزدلفة وفي في الأماكن العبادات وفي الزيارات وفي المدينة وفي الروضة وفي إلى آخره وفي زيارة القبر الشريف، تقول لا ينبغي الإنسان يبتعد عن هذا كله، لكن هذا لا يعني أنه قد يكون هناك صحيح، أحيانا قد تصور الصدقة ليش؟ للتوثيق، أو لعلك الذي نفع المال تريد فعلا يطمئن على أن ما له قد وصل إلى مستحقه، هذه أغراض صحيحة، ولهذا قلت لكم لا تتهم أحد بالرياء، أو بغير الإخلاص، لأن هذا بين ربي، هل هو أراد كذا؟ هل هذا التصوير توثيقي؟ هل التصوير كذا؟ ومثله حتى أيضا التصوير المسكين وهو يستلم، هذا قد لا يكون حسنا دائما، لأن يعني قد يدخل في المن، يتبعون صدقاتهم في المن ولذا لا ينبغي، كلما كان يعني ويقال الله وإن تبدوا الصدقات من عماه، وهذا من فضل الله وسع الله علينا، لأنها يعني نحتاج إلى إبدائها ونحتاج إلى، لكن مهما كان اجتهدوا أنتم في قلوبكم أن تحسن مقاصدكم وأن تبتعد عن الرياء، فالرياء هو أن تقصد بعملك غير الله، نسأل الله السلامة. أحيانا تعمل لله
لكن يشاركه الرياء. مثلا جالس في المسجد تقرأ قرآن، يعني ما كما قال الشيطان ما له طريق، جالس تقرأ ما دريت الا جالس في بكي واحد، يعني اما رايت انه عليه سمع طلب علم، ولا ان رايت انه اعجب بقراءتك فذهبت تحسن القراءه ولا تتأنى ولا، فاذا دخل عليك هاجس او تعلق المشوش دخل عليك اثناء الجبال او اثناء العمل. فقال العلماء ان هذا يعني قد يحبط ما قارنه، يحبط ما قارنه، هذا اذا تغير قصدك او نيتك، اما اذا لم يتغير فلا يهمك ان يجلس عندك الناس او يتحلق الناس حولك، لا يمنعك هذا الحمد لله من الاستمرار في فيما انت فيه من خير وفي عمل صالح. إذا كان العمل لله ثم قرأ عليه نية الرياء فإذا خطر ما يضر، وإن استمر قد يحبط ما قرأه من العمل. في قضية أخرى وهي مهمة جدا للنية، وهي أنك تعمل أعمالا طيبة وجميلة ثم يثني الناس عليك فعلا ويضع لك قبول، هذا خير كثير، هذا ماذا لا يؤثر على حسن نيتك ولا على إخلاصك. حينما تكون يعني تعمل العمل ويلقي الله ثناء عليك والثناء الحسن في قلوب المؤمنين، فهذا من كما قال من عاجل بشرى المؤمن. على كل حال يبقى العبارة سبحان الثوري، وهذا العبارة تستري ليس على النفس شيء أشقى من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب، وهذه دقيقة جدا، لأن الإخلاص يعني هو المشوش أن 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 يكون لنفسك نصيب وتشعر بنوع من الزهو أو بنوع من الإعجاب أو بنوع من الرضا أو نحو ذلك، هذا طبعا في شيء لا تستطيع دفعه، هذا ما إشكال، لكن أن يكون عادة لك أو أن يكون فعلا ممتلئ بنفسك هذا هو مشكلة. الإخلاص يقول ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها النفس، يعني ليس للنفس لها من نصيب، وهذا يعني ميزان يحسن أن تستحضره وأنت تقوم بما يتعلق عليك من العبادات. نأتي إلى يعني مسائل فرعية من باقي وقت من وقت قارب، وهو النية. النية تدخل في كل ما تقريبا خاصة العبادات، تدخل في باب الأحكام، تدخل في الأيمان، بمعنى لو قلت أولا لغو اليمين، لغو اليمين هذا لأن الإنسان لم ينوي اليمين، يعني ما تقول تفضل قال لا والله أنا مشغول، عبارة لا والله هذه قسم يمين، لكنه ما أراد اليمين هذا لغو يمين، أو قلت أنا والله عندي موعد، فهذه والله هذه ليست يمين، الذي يجعلها يمينا هو النية، ما عقدتم الايمان، بمعنى انك نويت فعلا ان تكون يمينا، اما ما يجعل الانسان لا والله ولا والله او حتى هذه التي يعني تؤثر باليمين. في قضيه اخرى وهي نية الحادث، مثلا جاء إنسان
يريد أن يستدين منك مبلغا. وما إما ما أن لا تريد أن يعني تقرضه، إما لأنه لا يفي وإنه كثير المعطلات إلى آخره، فقد يقول أنه تقرض لي 2000 5000، فمثلا تضع يدك والله يا أخي ما تحت يدي شيء، ما تحت يدي شيء، وتخص منه. هذه على نية الحاكم، بما أنت أردت ما تحت يدي الحاكمية، ما تحت يدي شيء، فهذه دخلت فيها النية. لكن لو كان حق له وقال هو الذي أقرضك وقلت أعطني وقلت والله ما عندي شيء، ما ينفع هذا. هذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. في حقوق الناس ما ينفع، والله ما عندي شيء وانت عندك، هذا ما يجوز. وحلفك هذه يمين غموس، يمين غموس. اذا فرق بين الحلف لتصرف هذا الذي فعلا ترى انه قد لا يستطيع الوفاء او ما عنده ما يفي او انه رجل ماطل، وبين لا انت في هو يطلبك حقا ودينا وتحلف هذا، فيمينك على ما يصدقك به صاحبك. بينما الاولى لا، انا يمينك على ما قصدته انت. فإذا هذه كلها بما تدخله النية. كذلك أيضا النية تدخل في الطلاق المعلوم في العتاق إلى آخره. فلو قال مثلا اذهبي إلى أهلك، إذا أراد الطلاق فطلق، يسميها العلماء كناية، يسميها كناية. لو قال اذهبي أو الحقي في أهلك أو اطلعي برا، إذا كان يريد الطلاق يقع طلاق، مثلا بالطلاق مع الطلاق. إذا هذا مما تدخله النية، ومثله العتق إلى آخره، ذكر العلماء يعني. كذلك أيضا حتى العقود المبايعات إلى العقود المحرمة والعقود العينة وإلى آخره، كل هذه كثيرا ما الذي يؤثر فيها هو النية. بقي مسألة أخيرة وهي مهمة جدا، وهي التلفظ بالنية في العبادات. التلفظ بالنية في العبادات فيه مقام يتلفظ الإنسان بالنية، وفيه أماكن لا، مثل الحج تنوي، تقول اللهم إني أريد الحج، أو أريد الحج والعمرة، أو أريد العمرة، أو أريد حجا متمتع به العمرة إلى آخره، فهذه تسمى بالنية، ولا لا 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 إشكال في ذلك، تتلفظ بها يعني. وبل حتى قالوا حين قد يستحب التلفظ بها في مثل هذا المقام.